صوت العرب من القاهرة بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة. تاريخنا ماضينا حضارة أثار، صور ملاحم، قصص وانبهار، ما بين الخيال والأساطير، مغامرات غدير وبكير، مغامرات غدير وبكير. غدير وبكير في عالم الأساطير، تكتبها مروى محي، مدحت رياض، هندسة إذاعية محمود صبري، الإخراج سعدي حسين. مولاي الكاهن الأعظم، أنا سامع سموك بتكلم العبيد والخدم بتوعك وبتقول لهم إنهم هيبقوا ملك للمعبد، وده ما ينفعش لأن هم ملك لي أنا ومملكة الرواب. أنت تبقى مين يا زائر المعبد؟ أنا باكس ابن الملك ريامس ملك الرواب، وجاي هنا زيارة للمدينة أنا وزوجتي الأميرة لينا والحاشية بتاعتها علشان نقدم القرابين للمعبد، ودول الخدم والعبيد والحاجات اللي شايلينها في إيديهم دي تبقى القرابين اللي جهزناها للمعبد. من فضلك تقبلهم مننا، وأنا هاخد الخدم والعبيد ونمشي، وأكيد هنزور المعبد تاني أنا أو أي حد من مدينتي، وهوصيهم إن هم يقدموا قرابين كتير للمعبد. القرابين اللي مع خدمك إحنا بنرميهم، وباقي الكهنة هياخدوهم منهم. وليك جزيل الشكر يا أمير على الكلام الجميل ده، وبنرحب بيك أنت وأي حد من عيلتك أو من بلدك هنا على أرض كمل، أو زي ما أنتم بتسموها إيجيبتوس، وتشرفنا بزيارتك. الشرف لينا إحنا يا مولاي الكاهن. اسمح لنا بعد ما نقدم القرابين أنا وزوجتي هنصلي في المعبد ونمشي مع الخدم والعبيد بتوعنا. اسمح لنا يا سمو الكاهن المعظم. طبعا المعبد مفتوح لأي زائر يصلي فيه في المواعيد اللي احنا بنحددها، وتقدروا تصلوا في مقاصير الإله عمون والإله خنصر، لكن من دلوقتي لازم تتعلم تخدم نفسك يا أمير، علشان الخدم والعبيد بقوا ملك المعبد ومش هيقدروا يرجعوا معاك على مدينتك. ازاي يا مولاي الكاهن؟ أنا مش فاهم كلام سمو. إحنا واقفين في المقصورة المقدسة في المعبد، وأي حد من العبيد لما بيوصل هنا ويطلب حق استجارة المعبد مفيش حد يقدر يرجعه، لأنه بيعتبر محي من كبير الآلهة الإله هامون، وبيبقى ملك للمعبد. وفعلا كل عبيدك طلبوا حق الاستجارة وبقوا ملك للمعبد، ولو حبيت يا أمير تفضل وتشوف حفل تتويجهم وتحررهم من العبودية أهل جديد. إزاي يا مولاي الكاهن؟ دول ملك؟ طيب أنا وزوجتي مستعدين نقدم قرابين وكنوز وذهب للمعبد ولخدمة الإله أمون، بس بيرجع لي عبيد. أكيد كنوز الأرض ما تغليش على المعبد وكهنة المعبد. مولاي الكاهن اسمح لي، الكنوز اللي بيتكلم عنها الأمير فارس دي مش بتاعها، كل الكنوز اتسرقت مني لما كنا في مدينة صيد. اتسرقت؟ امال الكنوز دي بتاعت مين يا فندم؟ الكنوز دي تبقى بتاعت الملك اللي لابس ملك سبارتا، خدت منظرته دي الامير هيجيني قبل ما تعرف على امير فارس. يعني دي تبقى زوجة الملك اللي لابس مش زوجتك يا امير فارس؟ ايه الكلام ده يا فندم؟ انتوا الظهر من كتر رغبتكم انكم تسيبوني بتقولوا كلام فارغ. طبعا الاميره لينا يا مولاي الكاهن تبقى زوجتي انا. خلاص انا هسيبكم هنا في المعبد ما دام انت رغبتك، وهمشي انا زوجتي وباقي الحشيه. مولاي الامير فارس استنى، واضح انك ما تعرفش قوانين كامل، انت بتقول كلام والخدم والعبيد قالوا كلام تاني خطير، انك سارق وخاطف لزوجة غيرك، والكلام ده ما ينفعش ما ينفعش يحصل كده. في ايه يا بنات؟ انا خايفه قوي. تقصد ايه يا مولاي؟ انتوا كلكم هتروحوا دلوقتي لقصر الملك المعظم بروتوس، وهو اللي هيحكم بينكم بالعدل. انتم مقبوض عليكم.
ادي اخره التهور، اهو كل حاجه اتعرفت، وبارس رغم تخطيطه وتنكره كلهم اتكشفوا بالاخر. صح كلامك يا بكير، قعد يقول لهم هيليني تبقى مراتي وهي تغطي وشها وتالف قصص، وفي لحظه واحده الخدم والعبيد اعترفوا بكل حاجه في المعبد. ما هم يا نادر الخدم ما صدقوا يوصلوا لمعبد امون وهركليس اللي العبيد بتتحرر لما بتروحوا، واول لما سمعوا بارس بيقول للكاهن هديك من الكنوز بتاعتي ورجعلي العبيد بتوعي خافوا جدا، وقالوا للكاهن على كل حاجه، ان الذهب يبقى بتاع منيلاوس وهليني خدته وهربت مع بارس، ما خبوش عنه حاجه ابدا. قالوا لك يا غدير في الامثال الكذب ملوش رجلين ومفيش احسن من الصراحه، والصراحه راحه. ودلوقتي بعد ما كاهن المعبد عرف كل حاجه امر بالقبض على بارس وهليني، وبعتهم مع الكنوز بتاعتهم والخدم كمان للملك بروديوس في العاصمة منسي، عاصمة مصر في الوقت ده، علشان يطبق عليهم القانون. بارس ده موعود، مرة يتسرق في مدينة صيدا ومرة تانية يتقبض عليه لما جه مصر يقدم الكرامين، الله أعلم هيحصل له إيه تاني. ولما تبصوا على هليني هتلاقوا منظرها قلقان قوي، هي والكام وصيفة اللي معاها، أكيد خايفة من يراوس يلاقيهم ويحصلهم، ولا ممكن خايفة من مقابلة الملك المصري بروتيوس. هليني وبارس مش عارفين لسه هيعملوا ايه، وكمان انياس ابن عم بارس معرفش حاجة عن اللي حصل لهم، هو فاكر ان بارس راح المعبد هو وهليني وراجعين، وما يعرفش انهم اتقبض عليهم وهيسافروا لمنف علشان يقابلوا الملك هناك. ما تقلقش يا نادر، اكيد الخبر هيوصلوا، لان فيه اتنين من الوصفات اللي كانوا مع هليني قدروا يخرجوا من وسط الزحمة بتاعة المعبد ويرجعوا السفينة تاني. تصدق يا هدهد عندك حق، ما هو الكاهن ما كانش مركز غير مع بارس وهليني والكنوز اللي معاهم، ما خدش باله قوي من الوصيفتين اللي مشوا دول. هو السفر من مدينة كانوب او زي ما كانوا مسمينها زمان مدينة هرقلون لحد منف ياخد كام ساعة؟ قول يا غدير ياخد كام يوم؟ انت عارف ان مدينة كانوب دي قريبة من الاسكندرية دلوقتي، ومدينة منف جزء من محافظة الجيزة في الزمن القديم ده، مش هياخدوا اقل من 3-4 ايام كده، والكلام ده لو ماشيين باقصى سرعه على العجلات الحربيه والخيول بتاعتهم، لكن لو فكروا يسافروا بالسفن هياخدوا حوالي اسبوع كده ولا حاجه. يعني لسه فاضل لهم شويه لحد ما يوصلوا. طب بقول لكم ايه بقى، ما نستغل الوقت ده ونروح نطمن على الملك مينيلاوس جوز هليني، لحسن زمانه هيتجنن وبرج من دماغه هيروح بعد اللي حصل. تصدق فكره يا نادر، احنا ما نعرفش هو عمل ايه ولا حتى وصل لحد فين علشان نعرف هو بيرتب لايه. وطبعا انت وهو وهي هتقولولي خدنا على جناحك يا عم الهدهد وهنرجع للمصالح تاني يا بتوع الكلية. ما هو ما فيش حل تاني يا هدهد غير كده، علشان نروح سبارتا ونشوف من العاوز بيعمل ايه ونرجع بسرعة. امر الله، عدوا الجمايل. يا جناحي. منيلاوس قاعد هناك اهو جوه القصر ومعاه واحد وواحده، مين دول وايه المكان ده؟ دي مش سبارتا على فكره، دي مدينه بوكيناي يا بكير، موطن الملك منيلاوس، والقصر اللي انتم شايفينه ده يبقى قصر اخوه الملك اجامنون، وقاعد جنب مراته كلوتي منسترا اللي تبقى في نفس الوقت اخت هليني. مش كلوتي منسترا دي يا هدهد، هي السبب في جواز هليني ومنيلاوس، هي اللي اقنعت اختها تتجوزه. انا فاكره الكلام ده لما هليني حكت قصه جوازها هي ومينيلاوس. مظبوط كلامك يا غريب. يعني افهم من اللي انا شايفه ده ان مينيلاوس رجع بلده اللي اتولد فيها علشان يشتكي لاخوه واخت مراته على اللي عملته هليني مراته. يا خبر بفلوس يا نادر، تعال نقرب منهم شويه واحنا نعرف ايه اللي بيحصل. سؤال الحلقه 40، اين يكون موطن مينيلاوس؟ سبارتا، كريت، موكيناي. ترسل الإجابات الصحيحة على إيميل هيئة تنشيط السياحة eta.awareness@egypt.travel، الإيميل بالتفصيل eta.awareness
egypt@travel.travel. مغامرات غدير وبكير. غدير وبكير في عالم الأساطير، تكتبها مروى محي، مدحت رياض، الإخراج سعدي حسين.